المشكل فين كاين فالتقاطع الشوارع هنا. شوفوا معايا الطريق كيفاش عامله، صعبه صعبه. دابا ملي كطيح الشتا هنا راه كارثه. هنا قرب السوق الاسبوعي، قرب السوق اليومي عفوا، جنان فرانسيس. هذا الطريق اللي كدير السوق. دواجن العمراني. دائما جنان فرانسيس. مؤسسات مركز أندلسية الخصوصية. زنقة أبو سالم النشاط ولا النشاط. جنان قريوار، مسجد جنان قريوار، شفتوه؟ شارع القاهرة دائما، مسجد البدوية، تندوزو من واحد الجريدة مزيونة جنب المدرسة ديال بنو خلدون. خضرة كراسة ديالها، دراري كيقصرو كينشطو. زوينة بعدا، حسن من والو. ها القمامات. ها هي هادي، اش فيها ما تجلس فوق منها هادي. الله شاد راسها واحد في ساحة المسيرة كاع السوق منها. بالفرحة علينا بهم، عاد حنا نزيد ندقدقوهم. ها المدرسة ديال بنو خلدون على اليمين ديالي.
شارع عمر بن الخطاب، وهذا اللي كيدير الجامعة الجديدة. فروشات البرنوصي، شارع الجزائر، وهذا هو شارع الجزائر. كنساش فيه شي اصلاحات هنا على القلعة كما كتشوفوا، غادي يكون ان شاء الله شارع ممتاز من بعد. هو كيتصلح، الارض دابا كترش، وكنظن الخدمة اليوم بحول الله غتكمل. هذا شارع الجزائر واحد. الشارع الاخر توا في اطار الاصلاح، شارع المقاومة هو يتصلح. هو ترش، الله يكمل بخير. أمام مسجد ديال الجامعة الجديدة، أو مسجد تشاد، أو مسجد الحسن الثاني كما يسمى به. سكينة هذا تا هو كيتصلح، واش امتداد الشارع سر الإشارة؟ الله أعلم. هنا في الزنيقة فاتح واحد المحل ديال الأثواب، وما شاء الله الناس عليه الصفوف، سميتو جيهان شوب، فهد بالضبط في الزنيقة. الزنيقة فين ساكن الأستاذ ديالنا أكميم، من ضمن شارع السور الإشارة، الله أعلم. كتنتهي هنا في هاد القهوة هادي. الآن بدا كيهب علينا هواء البحر.